حقائق مثيرة للاهتمام حول البكتيريا. إنهم في كل مكان، تحيط بنا البكتيريا وهي تنتشر في كل مكان تماماً، في كامل الفضاء من حولنا، على المنضدة وعلى المرآة، على بشرتنا وحتى على الشاشة التي تشاهد من خلالها هذا المقطع. ولا يوجد شيء يجب القيام به، لأننا مدينون للبكتيريا بظهور الحياة على كوكبنا، وبدونها ستكون الأرض كرة هامدة تدور في الفراغ. حقائق عن البكتيريا. لا يزال من غير المعروف بالضبط عدد أنواع البكتيريا الموجودة. لقد درس العلماء حوالي 10,000 من هذه الكائنات الحية الدقيقة، لكن من المفترض أن هناك أكثر من 1,000,000 نوع منها. أكبر بكتيريا حجمها 15 ضعفا من الأصغر. في المتوسط يوجد جسم الشخص البالغ موطنا ل 300 إلى 1,000 نوع من مختلف البكتيريا. إنها قابلة للمقارنة من حيث الحجم بالفيروسات، لكن البكتيريا عادة ما تكون أكبر. البكتيريا تتواجد كأحادية الخلية ومتعددة الخلايا. في عام 2016 اكتشف العلماء في اليابان بكتيريا أيديونيلا ساكاينسيس 201F6 التي تتغذى على البلاستيك. ظهرت البكتيريا على الأرض منذ أكثر من 3.5 مليارات سنة، كانوا أول سكان على كوكبنا. بفضل بكتيريا مثل اللاكتيك ظهرت منتجات مثل اللبن والكافير واللبن. عدد البكتيريا التي تعيش في جسم الإنسان أكبر من عدد الخلايا في الجسم نفسه. يوجد في أمعاء الشخص البالغ حوالي 2.5 كيلوغرامات من البكتيريا. هذه الكائنات الحية الدقيقة التي تدخل الفضاء القريبة مع المركبات الطائرة قادرة على البقاء حتى في الفراغ تحت تأثير الإشعاع الشمسي العدواني. بفضل عمل البكتيريا تطور لدينا جهاز المناعة. تكيف بعضها مع الحياة بالقرب من الينابيع الحرارية الأرضية تحت الماء. ضغط عمود الماء هناك هائل، ويتم تسخين الماء إلى 300 إلى 400 درجة مئوية، ولكن مع ذلك تمكنت العديد من البكتيريا من البقاء على قيد الحياة في مثل تلك الظروف. تعيش بكتيريا داينوكوكوس راديوديورانس وتستمر في التكاثر حتى بعد التعرض للإشعاع، وهي تزيد 1,000 مرة عن الجرعة المميتة للإنسان. تحتوي بعض أسماك أعماق البحار على مصابيح كهربائية طبيعية تساعدها على جذب فرائسها. هذا العضو المضيء هو في الواقع مستعمرة للبكتيريا ذات الإضاءة الحيوية. تتواصل هذه الكائنات الدقيقة مع بعضها البعض بطريقة كيميائية وتتبادل جزيئات الإشارات. أسرع بكتيريا في العالم هي باديلو فيبرو بكتيريفاريوس، وهي مفترس يلتهم الكائنات الحية الدقيقة الأخرى عن طريق الدخول فيها. في ثانية يقطع المسافة التي تساوي 100 من حجمه. بعض هذه الكائنات الدقيقة قادرة على استشعار المجالات المغناطيسية. يوجد حوالي 40,000 بكتيريا في فم الشخص العادي. عادة ما يوجد عدد أكبر من هذه الكائنات الحية الدقيقة على شاشة الهاتف المحمول أكثر من وجوده على مقعد المرحاض. يبلغ قطر أكبر بكتيريا حوالي 35/100 مليمتر. تم اكتشاف العلاقة بين البكتيريا والأمراض من قبل العلماء فقط في عام 1850. كانت هذه بعض الحقائق عن البكتيريا. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو. لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بقناتنا.